بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الفاضل ولجميع الحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. أبواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدة وعلى العاهات. باب الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا. وهذا يوم الأربعاء ليلة الخميس لثنتي عشر خلون من شهر ذي القعدة الحرام لعام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن في كتاب الأذكار الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي أو النووي رحمه الله المتوفى بنوى في سنة 76 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والإنسان خلقه الله عز وجل ضعيفا، قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، وخلقه عجولا، قال الله عز وجل خلق الإنسان عجولا، وأيضا ظلوما جهولا. ومن ضعفه أنه لا يحسن أن يعبد ربه وأن يوحده، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. جاء عند ابن هشام وغيره أن العاص بن وائل السهمي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم قد بلي، ففته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أيحيي هذه ربك يا محمد؟ سؤال استفهامي، الغرض منه السخرية. فنزل قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فكان الجواب: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولذلك أيهما أيسر، ولله المثل الأعلى، أن تصنع سيارة أم أن تقوم بصيانتها إذا عطبت؟ وش أسهل، أن تبني دارا أو أن تقوم بصيانته إن نزل به ما نزل؟ لا شك أن صناعة السيارة وبناء الدار هو أصعب من صيانتهما، أليس كذلك؟ بلى. فقال الله عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم عدد ربوبيته: الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا. سبحان الله، الشجر الأخضر مليء بالماء ما يوقد النار، صحيح؟ يجعله الله عز وجل حطبا ينتفع به الناس. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض، ولذلك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. 7 سماوات طباقا، كل سماء سمكها 500 سنة، وبين السماء والسماء 500 سنة. والله يقول: ما خلقكم من لدن آدم إلى قيام الساعة، ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ولذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض، سؤال استفهام الغرض منه الإخبار، بقادر على أن يخلق مثلهم؟ أجاب نفسه بنفسه: بلى. ثم أتى بالجملة الإسمية للاختصاص: وهو الخلاق العليم. ثم وصف نفسه: الخلاق العليم الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثم نزه نفسه: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. نكر مضافة تدل على العموم، وإليه ترجعون. فمع هذا الذي ينزل بالإنسان ينزل فيه الغير ويمرض وتمر به أوقات الشدة والضعف. فهذا الدين الذي قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال أبو ذر: وما من طائر يطير في السماء إلا عندنا منه خبرا، وقال سلمان: علمنا نبينا كل شيء حتى القراءة.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نزل فيه كل شيء، فدلك أنك إذا نزلت بك الشدة. الجوالات هذه اللي عندها جوال يا أخوان، الموسيقى لا تتساهلوا بالموسيقى في المساجد، لا تتساهلوا بمعصية الله. وأنت جئت ودخلت من باب المسجد وقلت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فلا تخرج بالآثام وبأبواب غضب الرحمن. احرص على ذلك يا رعاك الله. أنت في حضرة ملك الملوك، أنت في حضرة الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، أنت في حضرة الغفور اللطيف الخبير الرحيم الرحمن تبارك وتعالى. فتعرض إلى هذه النفحات وإلى هذه الخيرات. أنت في موطن تتنزل عليك الملائكة وتغشاك السكينة ويذكرك الله في من عنده، فلا تجعل الشياطين تأوي إليك في المكان الذي أنت فيه ترجو فيه رحمة الله عز وجل. فمع هذا الضعف الذي فيه الإنسان وتنزل فيه الشدة، ماذا كان يفعل الكفار؟ كانت إذا نزلت بهم الشدة يفزعون إلى آلهتهم. وماذا يفعل أهل البدع اليوم؟ قال إذا نزلت بك الملمات فعليك بأصحاب الأضرحة والمقامات، يروح يطف حول الحسين والسيدة زينب والمرسب العباس ويذبح لفلان والعيدروس والعفوان وهكذا إلى غير ذلك. هذا شرك بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فنزل هذا الدين ليبين لك إذا اشتدت عليك الكربات فعليك بفاطر الأرض والسماوات، ليس لها من دون الله كاشفة. هذا الذي ذهبت لتطوف حوله ضيعت دينك ودنياك، وآخر الليل كل النذور اللي دفعتها حيقسموها 50-50، وزي ما قال احنا دفنينه ايش؟ احنا دفنينه سوا. طلع رأس كلب في النهاية، جايبين رأس كلب وحاطينه وسووا له ضريح كبير، والناس كل يوم جاية تنزل النذور، والنزول تنزل في تيوب كده في أنبوب وتنزل تحت عندهم في الخزنة، آخر الليل يقسموها 50-50. جاي يوم قال لي يا أخي أنا صاحب الفكرة، لا بد تزود لي أخذ 75. قال لا، هي 50-50، إحنا دفنين وسوا. فإذا أراد الله نشر فضيلة أتاح لها لسان حسودي، وإذا أراد الله عز وجل أن يكشف اللصين دعاهما إلى التناحر. إذا اختلف اللصان ظهر إيش؟ المسروق، وطلع نبش ونبش ولقوا رأس كلب تحت الموضوع، ضيع دينه ودنياه وضيع فلوسه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أخي الحبيب هذا الباب مهم جدا، حتى إذا نزلت بك الكربة والشدة والعاهة والمرض ماذا تفعل؟ سنذكر الآن مجموعة الأحاديث التي تقال عند الكرب والشدة وعند نزول الأمراض والبلايا. نجانا الله وإياكم والمسلمين من كل شر وضر بلية. نعم. باب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم. إذن الحديث الذي سيأتينا الآن حديث متفق عليه عند البخاري وعند الإمام مسلم، ليس البخاري الذي يبيع الرز، لا، البخاري حقنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن بردزب الجعفي البخاري، المولود سنة 196 والمتوفى سنة 264 أو 256 194، هذا البخاري حقنا، ليس الذي يبيع الرز والدجاج الله يجزاه خير. هذا بخاري العقول وهداك بخاري البطون. تفضل. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما. ترجمان هذا، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن بفهر ابن مالك ابن النضر ابن كنادة ابن خزيمة ابن مدرك ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن عم النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. هذا عبد الله بن عباس لما كان صغير في عمر أولادنا هؤلاء قال ما مات النبي إلا ونحفظ المفصل، ومات النبي وأناهز الاحتلام، يعني عمره 12-13 سنة، كان يحفظ من قاف إلى الناس كم جزء؟ 4 أجزاء، 27-28-29-30. ابن عباس الترجمان روى 1696 حديث رضي الله عنه وأرضاه، غليم معلم دعا له النبي. النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ في يوم راح لقى ودخل الخلاء وهو طالع
وجد قد وضع له الوضوء الإبريق فيه المياه، قال من وضع هذا هنا؟ قال ابن عباس، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فيقول ما من آية في كتاب الله إلا وعندي فيها خبر، وإن أغلقت علي أرسل الله لي من يعلمني إياها من غير سؤال. مرت بي يوما قول ربنا عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فقلت ما فاطر؟ ما يعرف الكلمة هذه. قال حتى اختصم إلي رجلان، قال يا ابن عباس اقضي بيننا، أنا وابن عمي هذا في بئر فطرتها، يعني إيش حفرتها، فعرفت فاطر يعني خالق من غير نول ولا شيء. ولذلك أنت إذا استعنت بالله سخر الله لك من يأتيك بحاجتك من غير إيش؟ من غير طلب. لذلك لا مانع أن تقول اللهم لا تحوجني لأحد من خلقك، ما في أي شيء الدعاء هذا. في مقطع يتداول الأيام هذا يقولك لا ما تقول هالدعاء وكذا، لا ما في مانع. ودليل ذلك عند الطبراني قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما جاء يطلب فلوس من النبي، وبعدين جاء واحد لسيدنا علي يطلب منه أن يعينه في مكاتبته لسيده، قال ألا أدلك على ما علمني النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو عليك مثل جبل صير دينا قضاه الله عنه. قال تكفى ويش هو؟ قال قل اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك، واغنيني بفضلك عمن سواك. أما الناس نعم مسخرون لبعض، ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، المهندس عشان يسخر الطبيب، الطبيب يسخر المعلم، والمعلم مسخر لعامل البلدية وهكذا. لكن أنت لا تنيط وجهك وتسأل إيش الناس يا قبيصة عند مسلم. إن هذه المسألة لا تحل لا لقوي ولا لذي مرة سوي. وعند الترمذي إن الذي يسأل الناس تكففا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وإن السؤال كد يكده العبد في وجهه. وقال صلى الله عليه وقال ربنا عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف، قال لا يسألون الناس إلحافا. فلذلك الإنسان دائما يبتعد. ولو تتوكلون حديث عمر في السنن على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والكلام في مناقبه كبيرة. مات وقد عمي وأضر في آخر عمره، ومات ودفن بالطائف رضي الله عنه وعن والده. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم. إذن من ماذا نستفيد من هنا؟ أنا أريدك تتأمل في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الإنسان عند الكرب أول شيء يفكر فيه إيش؟ أن يشرك بالله، صح ولا لا؟ يروح للضريح ويروح للشيخ يقول لك يا أخي أنت إيش عندك؟ رجلك انشلت أذبح ذبيحة وديها لستنا زينب، ولا روح لحد سيدنا الحسين كده طوف حوله كده والدنيا مفكوكة ما عندك مشكلة. وكل واحد حسب المقامات المنتشرة في بلاده، وحفظ الله بلادنا ونجاها من الشرك، اللهم لك الحمد، اللهم ارفع منار التوحيد يا رب العالمين، ومن به على كل بلاد المسلمين. لذلك النبي قال لك أول شيء في الكرب لما ينزل فيك إنك تفزع لمين؟ لله عز وجل. وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن الله عز وجل هو الذي خلق الخير والشر تبارك وتعالى، هو الذي خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. فأول ما تنزل بك المصيبة تفزع إلى الذي برأها تبارك وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، يعني في كتاب يعني في مكتوب. إن كل شيء خلقناه بقدر يعني بمقدور مكتوب عند الله عز وجل. وأنت عمرك 120 يوما في بطن أمك كما في حديث مسعود في الصحيح، لما يوصل عمره 120 يوم يبعث الله الملك فيكتب له رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالمسألة منتهية. فأول شيء النبي ينزل به الكرب يقول
لا إله إلا الله العظيم الحليم. الله أكبر. أول شيء يوحد الله عز وجل نفيا وإثباتا، ثم يذكر عظمة الله أن هذا الكرب عند الله لا يساوي شيء، والله أعظم من هذا الكرب وأعظم من المصيبة التي نزلت بك. ثم اسم الله الحليم، ليه؟ تقول هذه من ذنوبي وحلم الله علي رغم ما نزل بي، لأنك أي شيء يصيب الإنسان من إيش؟ من ذنوبه. وإن عند مسلم وإن شر الناس من يحرم على المسلمين شيء بسببه، وكان السلف رحمهم الله إذا نزل الأمر بهم قال إني أرى أثر الذنب في دابتي وزوجتي إذا استعصت علي. أول ما تلقى الحرمة قلبت عليك ارجع كده قول إيش الذنب اللي أنا أذنبته. أول ما تلقى الولاد الأمور ما هي مرتبة وما هم يطيعونكم سوين قروشة في البيت، قول يا رب إيش الذنب اللي أنا أذنبته. أول ما تجد أن الرزق قد ضاق وأغلقت أماكنه، قول يا رب أنا إيش الذنب الذي أنا أذنبته. وابدأ راجع إيش نفسك. قبل كم يوم اتصل بأحد الناس قال يا شيخ عندي ابني متزوج ودائما مشاكل مع زوجتي. قلت له هو حديث عهد بزوج؟ قال لا، عنده 3 ورعان 7 سنوات 4 سنوات وطفل لسه مولود. فلما ذهبنا وجلسنا وكذا، طبعا هو يظن ان في حسد، المصحف من رجولك، يظن ان في حسد في كذا في كذا. فلما جلسنا وتكلمنا قال يا شيخ انا اعرف المشكله. قلنا له ها قول. قال الذنب مني انا الفتره الاخيره بعدت عن الله. قلنا له بيض الله وجهك وجزاك الله خير، ريحتنا وريحت ابوك هذا اللي قال انكم مسحورين ولا محسودين وحد مسوي لكم قروشه ومسوي لكم بلبله. قال لا ابشرك، قال والله انا لما اشد صلاتي واموري واسيب صحبه السوء القى البيت والاحوال ماشيه معايا ابدع ما يكون. انا الفتره الاخيره هذه بعدت عن الله عز وجل. هو بدا يوعظنا بعد، قالوا هم مش يقولون انك ترى اثر الذنب في الدابه والزوجه؟ قال انا الاحظ هذا. تبدا السياره تفتح فمها اعطاب كثيره ومشاكل كثيره، كل يوم حنا من قاعدين في التشليح وكذا، والقى الزوجه زي ما انت شايف كده مشاكل. قلنا له بيض الله وجهك وين العشاء عشان نقلط ونمشي. اتفضل. لا اله الا الله، لا اله الا الله العظيم الحليم. ايوه، تامل في اسم العظيم واسم الحليم. العظيم ان مهما نزل بك لا يعدل شيء عند الله عز وجل، الله اعظم من كل ما ينزل بك من امور ديون مشاكل. وحليم ان الله عز وجل رغم ما انت اصبت من الذنب هو يحلم عليك، انه كان حليما غفورا. نعم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. رب العرش العظيم ليه؟ لأن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع، سبحان الله، هذا الكل السماوات والأراضين في موطن الكرسي كحلقة في فلا، والكرسي موضع قدمي الرحمن في العرش كحلقة في فلا. والعرش هذا عظيم، السماء السابعة وبعدين جنة الفردوس هذه، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإن سقفها إيش؟ عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى. فالله يقول لك يا عبدي مهما نزل بك مما نزل، ملك يملك كل هذه الأمور، أنا أفرجها عليك ففروا إلى الله. تأمل في هذه الآية أخي الحبيب، كل الذي تخافه وتخشاه منه تفر، إلا الله تخافه وتخشاه وإليه تفر. ففروا إلى الله، تخاف من الله تقوم تصلي، تخاف من الله تصوم، وتأملوا بكرة الأيام البيض 13 و14 و15، لا تضيع عليكم هذه الأيام الجميلة كما جاء في الحديث وفيه ما قال صم من الحرم، قال النبي قال صم من الحرم واترك، وقلنا الحديث فيه ايش؟ وقلنا الحديث فيه ما قال. نعم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. نعم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. ورب العرش الكريم، عرش الرحمن عظيم وعرش الرحمن كريم، فاذا كان عرش الرحمن كريم فسيفيض ربنا عليك من كرمه بأن يفرج عنك هذه المصيبة أو أن يرفع بها
درجاتك. إن الله يبتلي العبد حتى إذا قدم عليه ما بقيت عليه سيئة، يقدم عليه ولا فيه ولا سيئة. إذن في عملك، في بيتك، في أمورك، أي كرب عليك بهذا الدعاء عن ابن عباس في الصحيحين: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ردده كما تشاء، لا عدد له ولا حصر له حتى تنفرج عنك ما أنت فيه. نعم. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال ذلك. حزبه أمر، وفي رواية حز به أمر، يعني اشتد عليه الأمر. حزبه أو حز به روايتان، يعني اشتد عليه الأمر. نعم. قوله حزبه أمر أي نزل به أمر مهم أو أصابه غم. ومن هنا نستفيد في رواية للترمذي: كان النبي إذا حزبه أمر أو حز به أمر فزع إلى الصلاة. أول ما ينزل بك أمر يا أخي الحبيب، بدل ما تدور على أرقام الجوالات والناس، قم صلي، قم صلي وادعو الله عز وجل، قم صلي. صح ولا لا؟ بدل ما تدور فلان أدركني الحي، قم صلي وانظر. هذه سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وانظر كيف تنزل بك التفريجات من فاطر الأرض والسماوات العظيم الحليم الرؤوف الرحيم الكريم تبارك وتعالى. نعم. وروينا في كتاب الترمذي، ابن عباس هو راوي الحديث هذا، فسبحان الله، في إحدى المرات أتاه نعي أخيه أو ابنته، فنزل من الدابة وتوضأ وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين، قال: اللهم إنك أمرتنا فأتمرنا، وتلا قول ربنا تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم. وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة، الترمذي هو السنن طبعا، سنن الترمذي، جامع السنن للترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله، وترمذ في أوزبكستان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا عبد الرحمن بن صخر الدوسي الزهراني، عبد الرحمن بن صخر الدوسي الزهراني راوية الإسلام الأول، روى 5374 حديث، أسلم في محرم سنة 7، يعني عاش 7 و8 و9 و10 و4 شهور من 11، يعني عاش 4 سنوات و4 شهور، روى 5374 حديث. إذن الهمة العالية تبلغك ما تتمنى متوكلا على الله عز وجل. وما كان يضرب سوداء في بيضاء، ما كانش يعرف يقرأ ولا يكتب. طب كيف حفظ؟ النبي قال: من يبسط رداءه، البشت حقه كده ولا بتاع، قال واللابسة ما كان عنده غير رداء وإزار، فأقضي مقالتي ثم يجمعه على نفسه. فالنبي بسط أبو رداء أبو بكر أبو هريرة مباشرة رداءه، والحديث في الصحيح كتاب العلم. فالنبي انتهى من مقالتي، ثم حث النبي فيه 3 حثيات، ثم بعد ذلك أبو هريرة شار ويش وغطى بنفسه، قال: فما نسيت من مقالة النبي شيئا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. نعم، تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: كل توحيد، كل توحيد. شوف الآن، حزبه أمر، نزل به أمر، كرب، همه أمر، يعني مجرد الهم بقى عندك هم لموضوع ما، ما في مصيبة إن شاء الله ولا شيء، لكن أنت الآن مقدم على أمر، والأمر هذا مسبب لك إيش؟ هم. اسمع النبي ماذا فعل: يرفع رأسه إلى السماء. ليه؟ الله على عرشه تبارك وتعالى. ولذلك عند الطحاوي جاء الأعرابي إلى الرازي فقال له: أنت تتكلم على الرحمن على عرش استوى، وتجلس تتكلم وتقول استوى معنى استولى. قال: وإني رأيت عجبا. قال: وما هو؟ قال: أرأيت الدابة إذا أرادت أن تشكو بني آدم ماذا تفعل؟ ترفع رأسها فوق على طول، صح؟ تضرب الدابة من تحصان ولا بعير ولا كذا ولا بس ولا أي حاجة، ماذا يفعل؟ يرفع رأسه إلى الأعلى، يدعو الذي في السماوات تبارك وتعالى. قال: فحجني ذلك الأعرابي. شوف الكلام، النبي يرفع رأسه للسماء عليه الصلاة والسلام. ويستطيع طالب العلم يجمع مجموعة من الأحاديث التي فيها سنة رفع الرأس إلى السماء، ومنها على سبيل المثال للحصر: إذا استيقظ من النوم كان يرفع رأسه إلى يمسح يده
وجهه بيده ويقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، ثم يرفع رأسه إلى السماء ويقرأ العشر الآيات الأواخر في سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض. وليس المقصود بالسماء أنك تخرج، لا، وكل ما علاك سماك، يعني هكذا لو أنا فعلت الآن كذا أنا رفعت رأسي ليش للسماء، هذا المقصود به، مو أنك تفتح الباب وتخرج برا وتقول أرفع، لا، ما المقصود هذا. جزاك الله خير. مثل واحد سمع الشيخ يقول ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتعضها وتعضك، راح طول الليل جلس عضت في الحرمة. يا ابن الحديث ضعيف، جزاك الله خير، حديث ضعيف، ما لا علاقة، افهم فقه الحديث الله يرضى عليك. واحد ثاني مر بحديث أن الإنسان إذا رأى ما يسوءه في الليل فليدفل عن يساره إيش ثلاثا. أخونا في الله استيقظ من النوم وهو رأى شيئا يفزعه، قام يدفل على رأسه، والحرمة نايمة جنبه على الشمال، يا ولدي فيش إيش بالله حاصل، لا 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 ما في شيء. وينام ثاني وأيضا تجي له رؤية مفزعة، يقوم يدفل، يا أخي إيش بك أنت، لا 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 ما. لين بعدين قالت والله ما عندك أبيت اليوم توديني لأبويا، راح ودي لأبويا، قال يا ابني إيش بك في خير ومر ما سمعنا عنك شيء. قال والله يا شيخ مش النبي بيقول عليه الصلاة والسلام إذا الإنسان رأى ما يفزعه فليدفل عن استعيذ بالله وليدفل عن يساره ثلاثا؟ يا ابني يدفل، مو يبصق الله يرضى عليك ويساره حرما للنائمة جنبك هذه، تجي نفهم فقه الحديث، جزاك الله خير. لذلك لا تأخذان العلم من الصحف والكتاب من المصحف، العلم يؤخذ من الجرائد ولا يؤخذ ولا من الكتب بدون مشايخ، أو القرآن تقرأ من القرآن، لابد تجلس على طالب علم يعلمك الأحاديث ويفهمك التي هي فيها. أيضا سبحان الله يقول في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة، يقول أحد السلف كان شيخي أقرأ عليه 40 سنة، فما لما مررت بهذا الحديث قلت له إنما المقصود بالحلق شيخي التحلق، قال والله يا بني 40 سنة كنت أتحرج من أن أحلق شعر إبطي يوم الجمعة قبل الصلاة، وكنت أقرأها نهى رسول الله عن الحلق يوم الجمعة، وإنما هي إيش الحلق يعني التحلق يوم الجمعة، كما في بعض البلدان يحطون الشيخ ويقعد يقرأ لهم قبل إيش صلاة الهدى ما أنهي عنه. فيحدث الإنسان الوهم يحدث عند الكبير والصغير، ونسأل الله أن يفتح علينا ويعلمنا كلنا يا أخوان. تفضل. رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم برحمتك. نعم، فأعد الحديث. إذا أي هم في أمر أتاك ارفع رأسك إلى السماء قول سبحان الله إيش العظيم، أو يا حي يا قيوم، فالله عز وجل يتنزهه وأنه أعظم من الهم الذي أصابك. ويا حي يا قيوم، أي ما معنى القيوم؟ أي القائم بأمور مخلوقاته وعباده، فالله قائم بأمرك ويقضي لك حوائجك. نعم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أهل هذا الحديث صحيح متفق عليه، وقال أهل العلم وهذا الحديث وهذا الذكر وهذا الدعاء يجمع خيري الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، نكر في سياق الدعاء تفيد العموم، كل أنواع الحسنات، حسنة في بيتي وحسنة في ذريتي وحسنة في رزقي وحسنة في عبادتي فلا أدخل في البدعة إن شاء الله، وحسنة في تعاملي مع الناس فلا يرون مني إلا حسن الخلق والأمانة والصدق، وفي الآخرة حسنة، وحسنة الآخرة هي الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر لوجه الله الكريم، اللهم لا تحرمنا النظر لوجهك الكريم يا رب العالمين، وقنا عذاب النار. فهذا الدعاء والذكر جمع خيري الدنيا والآخرة، ولذلك سن هذا الذكر بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر إيش الأسود في العمرة، وبعض الناس يزيد فيه ما ليس منه، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار،
خلاص هذه مش موجودة الأخيرة دي، خلك منها، هذه في الكتاب الأخضر الأزرق الصغير هذا، وهذا كتاب كله أخطاء. فالزم ما جاء عن إيش النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. وروينا في سنن أبي داود وابن ماجة عن أسماء بنت عمير. أبو داود السجستاني وابن ماجة القزويني، وهي بقية السنن الأربع بالترتيب: أبو داود، ترمذي، والنسائي، وابن ماجة رحمة الله على الجميع. نعم. مع الصحيحين هذه تسمى الكتب الستة. ما إذا قال لك إيش الكتب الستة، تقول له الصحيحان: البخاري ومسلم والسنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، هذه تسمى الكتب إيش، الكتب الستة. نعم. عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله. أسماء بنت عميس هذه زوجة الشهداء، تزوجت بالصديق، قبل الصديق تزوجت بجعفر الطيار، فاستشهد في مؤتة بأرض الأردن الآن في البلقاء، وهم كانوا عبد الله ابن رواحة وزيد ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب، وأبدله الله بجناحيه بيديه جناحين يطير بهما في الجنة، ذو الجناحين، جعفر ابن أبي طالب أخو علي رضي الله عنه وأرضاه، الذي سافر وهاجر إلى الحبشة وجلس فيها قرابة 15 سنة أو نيفا من ذلك، ثم قدم في فتح خيبر، فقال النبي بأيهما أفرح، بعودة جعفر أم بفتح خيبر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فاستشهد، فتزوجت بعده بمن؟ بأبي بكر، مات عنها، فتزوجت بعده بعلي بن أبي طالب، وأنجبت لهم جميعا رضي الله عن الصحابة أجمعين، وأنجبت محمد ابن أبي بكر في حجة الوداع في ذي الحليفة، أسماء بنت عميس، وأرسلت النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أفعل؟ قال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي وافعلي ما يفعل المحرم، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، من حديث جابر عند مسلم وأبي داود، وهو أطول حديث في منسك الحج. نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن؟ هذا فيه باب تعليم النساء، وباب رحمة النبي بالرعية عليه الصلاة والسلام، وأن المرأة ينبغي أن تعلم أمور دينها، ولو كن النساء كذلك لفضلنا النساء على الرجال، فما التأنيث لوجه الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. النبي يعلمها الآن هذا الذكر. نعم. ألا أعلمك كلمات تقولينهن؟ سؤال استفهامي، الغرض منه التحضيض وتحفيز النفس. ألا أعلمك؟ أكيد حتقول بلى، لن ترفض تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، فالغرض منه التحضيض وإثارة الانتباه وتحفيز النفس. نعم. مثل النبي يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به إيش؟ به الدرجات، وهكذا. نعم. ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ يا سلام، ممتاز. إيش معنى عند الكرب؟ يعني أوله. وإيش معنى عند الكرب؟ أي بعد أن حل ونزل. وفي الكرب يعني بعدما إيش؟ حل ونزل. هذا الدعاء مستمر حتى ينجلي ذلك الكرب. ما هو الدعاء؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. إيش معنى هالكلام؟ يعني مهما نزل بك من الكرب إياك أن يصل إلى الشرك، انتبه ان الكرب ما يؤدي بك الى ايش؟ الى الشرك. يتصل بي شاب قبل كم يوم، ارسل لي على الواتس اوراق سحريه. ايش هذه يا ابني؟ قال: امي والله كانت مريضه ويقول انها مسحوره، وراحت لشيخ قال لها سحرك لقيناه في المقابر، وهو هو هذا. قلت له: هذا دجال، بلغوا عنه الجهات الرسميه يا ابني، الله يهديك ويصلح حالك. كيف تخلي امك تروح لهالمكان؟ قال: والله ما ادري عنها. طب وين هذا الساحر؟ قال: والله ما ادري عنه. قلت له: انت في البيت ضيف شرف يا ابني، لا تدري عن أمك وين راحت ولا كذا، إيش هذا؟ قال: ولقناه لك في المقابر. ما شاء الله، يوحى إليك أنت يعني. شوف كيف يضحكون على الناس. عند أبي داود: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. الرواية اللي بعدها: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فليه؟ لأن بعض المصائب تنزل بالإنسان فيتجه لمين؟ للسحرة.
والدجاجلة والمشعوذين واللي يضرب الرمل ويقرأ الفنجان وطريقك مسدود مسدود يا ولدي واللي يقرأ الكف وإلى غير ذلك مثل هذه الأشياء. فانظر تأمل كل الأحاديث اللي مرت معنا تدل على دلالة واحدة: إياك أن يتسلل إليك الشرك من باب القنوط. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يأتيك القنوط تقول أنا كم سنة الآن لا الرقية نفعت ولا العلاج نفع، قالوا الدجال الفلاني موجود يسوي لك محايا ويعمل لك حجاب، والله حتى يحكوا لي فلان راح وسلكت معاه، خسر دينه. يا أخي الحبيب اصبر، أنت بخير الأنظار ترفع لك الدرجات وتمحى عنك الخطايا والسيئات ويدخر لك عند فاطر الأرض والسماوات. لماذا تضيع دينك أخي الحبيب؟ ابتلي الصحابة، ابتلي النبي 6 شهور مسحور عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول من حديث عائشة في الصحيح ما كان إلا يصلي: إني دعوت ودعوت ودعوت حتى استجاب الله لي. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا من أدعية الكرب عن أسماء بنت عميس. نعم. وروينا فيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سعد بن أبي وقاص وأبو وقاص واسمه مالك، وهذا خال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بني زهرة. قال سعد خالي فليرني امرؤ خاله. أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، فتح القادسية بأرض الفرس وأطفأ نيران المجوس عليه من الله ما يستحقون. وقال النبي مبشرا بعدما انتهى كسرى، لا قال لا كسرى بعد اليوم، ما عدت قم لهم قائمة إن شاء الله عز وجل. فرضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه. الله أكبر. وإن قال لك النبي ذلك فهو الذي زكى الله نطقه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما هي هذه الكلمات؟ اسمعوها لأخيه يونس ابن متى. نعم. كلمة أخي يونس. هذا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام. الأنبياء أبناء لعلات، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. يونس بن متى ذو النون صاحب الحوت الذي في أرض الموصل من العراق. نعم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة الليل، ظلمات بعضها فوق بعض. يونس عليه السلام وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه لن نضيق عليه، ركب نوتيا وركب باخرة ثم هاجت الريح، فقال الربان اللي فيها: إن بيننا من ينبغي أن ينزل من هذه السفينة، فاستهموا سووا قرعة. طب قالوا طلعت على يونس، قالوا لا لا نبي، كيف يونس الرجل الصالح؟ تخففوا من أحمالكم، فبدأوا يرموا من إيش أمتعتهم، والسفينة ما زالت خطر جدا بتنقلب. طب سووا قرعة، ما بقي إلا البشر، رموا كل الأحمال أو غالبها، ما بقي إلا البشر. تخرج أيضا على إيش؟ على موسى، على يونس عليه السلام، فسلم وعلم أنه هو إيش المقصود. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. يعني إيش ساهم؟ يعني سوى قرعة معاهم. فأمر الله الحوت أن يلقمه وألا يكسر له عظما وألا يأكل له لحما. أول ما ألقوه على طول في بطن الحوت، فظن أنه قد هلك،
ونزل الحوت إلى قاع المحيط إلى قاع البحر، من هو مأمور فقط أنه يمسك يونس. فلما وصل إلى القاع كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة سمع تسبيحا في قاع البحر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذا المروحة تسبح واللباس اللي انت لابسه يسبح والعمود يسبح وكل شيء، فلا تكون انت أقل من هذه المخلوقات جالس في الطنطنة والدندنة والأغاني. أخي الحبيب سبح يا رجل. وكان الرجل يجلس عند الشيخ بن باز فإذا اغتأب أحدا يقول له الشيخ بن باز إيش؟ سبح سبح سبح. يا إخواني تمر بنا الحديث حديث النبي في الصحيح عليه الصلاة والسلام، من قرأ سبحان الله بحمده في يوم وليلة 100 مرة غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. مع كل هذا الأجر العظيم وتجد بعض الناس يزهد في ذلك. باب الأذكار من أوسع الأبواب في الأجور، ولا يكلفك شيئا، بل هو أفضل علاج لمن ابتلي بالغيبة والنميمة والغناء والفحش والبذاءة. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. طيب، فلما سمع التسبيح حرك أعضاءه فإذا يتحرك، إذن أنا حي. فنادى، ما قال فدع، لا نادى يعني بأعلى إيش صوته. مين يسمعك؟ يسمعك الله عز وجل الذي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، الذي يعلم السر وأخفى. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجاء الجواب فاستجبنا له بالفاء التي تفيد السرعة، وقالوا وهذا من أعجب الدعاء وأدبه من النبي. أول شيء من آداب هذه فنادى في أن لا إله إلا تنزيه الله عز وجل. أول شيء التوحيد، سبحانك تنزيه، إني كنت من الظالمين. اعترف بإيش؟ بذنبه وبخطئه. ولذلك من أداب الدعاء أن تبدأ فيه بالحمد والثناء على الواحد الديان، وأن تكون قبل ذلك من أهل التوحيد. ما تكون من اللي يقرؤون حظك اليوم ويروحون يضربوا الرمل ويقرؤوا الفنجان. لا إله إلا أنت، توحيد، سبحانك تنزيه، إني كنت من الظالمين. ذكر اعتذاره وذكر ذنبه، فأتى الجواب سريعا فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعم. ورواه الترمذي عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو النون في هو الحوت. النون في اللغة هو الحوت. نعم. دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط. انتبه، لم يدع بها رجل مسلم. لابد يكون في توحيد، ما تكون حق أضرحة وكذا وتقول دعيت ولم يستجب لي. لا، تجرد القلب للرب توحيدا. ما دعا بها رجل مسلم في أمر إلا استجاب الله له، وفي رواية ما دعا بها من مكروب إلا استجاب الله له. فاجعل هذا الدعاء لك في كل ما أهمك وأغمك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. إلا استجاب له. نكتفي بهذا القدر.